سيبنا موقف كتكوت باهي البروسا دون جديده حاضره مريق لاخويا العزيز قدامك ما شاء الله صينيه بقلاوه وصف لنا شنو اللي قدامك ترى قدامي سيدي شو اسمه هذا ملح وفحم فحم وفلفل احمر ملوخيه بنينه ريحتها ظاهره دياري والاصفر هذا شو اسمه الزعفوري كركم هذيك بالله نشربوا زي الكركم شفت محليهم الالوان هما الالوان محلاهم صحيح اما بحذنا سبيسياليست بروف دو ديسان اي ارتستيكمون بلاستيكمون هكا عطاو حاجه واو يعطيك دوده هكا دوده كان ترى بلاستيكمون بعد في مات ايش باش يعملوا الالوان اللون الفستقي موجود الفستقي موجود زاد الفستقي موجود زانسفوري زانسفوري موجود الحمريتي المسود والبيوض والبيوض باهي طلوس شنو باش تبدا انت فيهم؟ والله ما نعرف. انا باش تخلي الكلمه للبنات، كل واحده فيهم باش تختار لك لون من الالوان، هي ايه تقول لون وانت تبدا. بيه. اتفقنا؟ كيفاش عمليه البدء؟ خويا مروان افرح لي به، بحذاك سي طلوس. اسمعني عمليه البدء كيفاش؟ تصرف بحذاك الماء. هيا بابا، ما كسرت سنيك السباحه، هيا بابا، هيا بابا، اغزل العمقول، حضروا روحكم انتم. ربينا ربينا. شو اللون اللي تبدا يبدا به انا؟ نحب يبدا بالاصفر. يبدا بالكركم اصفرون هذاك يمشي بابا هذاك اللون الاول ها والله لا نجم نعبي اكثر من هكا قبلها شي ترى اي امشي بالله قبلها قبل رجع الكركم رجع الكركم ومشي لصقمت بالاكل ها مبلوله ها حك حك امشي انطلق شوي خلينا نشرب واحد تري ثمان اللي خلي واحد باش يمضمض في المباشر طلوسه اي كما قلت صابون الزمني بالقديم بالقديم هكا 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 اغزل 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 سلم على المستمعات والمستمعين في الكاميرا صحيح تحت الساحة اسمعني راهو الكركم عنده برشا منافع راهو على اللثة تو ولاو كلهم طبة تو ركزتي على اللثة بس دروس استنى استنى نجح في مهمة الكركمة نتجاوز اي جيهان اللي بعد الكركم انت ما تاخذوش راحتك تعمل نزيد الفلفل الاحمر الفلفل الاحمر الفلفل الاحمر يا 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 امشي ايه مالي لحم حبيت نسبه ماذا بيا الزروس الزروس من داخله الزروس الداخله اخي طيبوا بيا الاصفر هذا لمقاومه التسوس لا لا بالكدي صاحي صحيح ما تكثرش برشا على خاطر حار صحيح 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 وائل ممكن نقبل احنا سمي سمي بسم الله بسم الله باش تحط لك الفلفل هذه حكة بالفلفل هذه هي الحكة بالفلفل سي طلوس تفضل اي خلينا نظبط سيس روحك عايش خويا اقصد ربي اقصد ربي لا 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 صحيت للأسف صحيت الضرس العلوي الضرس العلوي شبي ما عادش يتكلم شبي ما عادش يتكلم طلوس لاباس شنو تحب توصي طلوس تحب تكتب لي حاجة تحب جوست نقول لك حاجة واحدة بركة نعتذر عن هذا قلت لك قلت لك ديجا روح مع الماء يزيد يحرحر اكثر قلت لك وجهه حمار يا ويلي اخي هكا كانوا يحكوا الصغار من قبل هذا ما يشكوا بهم الربي مش حقوق الانسان نجح في التحدي بتاع الفلفل الاحمر نجح نجح مريومة اخترت نورمالمون نقول ما نجحش راني نحكي علاش ما نجحش نعمل سفه معناها شنو مريم الفستقي الفستقي الملوخيه الملوخيه هاي والله خلطة عجيبة ها كركم اسمعني الطيب سلة سلة راهو بربي بشوية بشوية يعني نحس في فمي الملوخية الملوخية تداوي الملوخية تداوي صدقني تداوي تبرد تبرد الملوخية تبرد تبرد الملوخية هذه اللي طيب سلة سلة هذيك سلة سلة يلا بنغب بالله يا باشا صحيح مسكين كان عرفنا راني جبت لك الحيمة صحيح واحد ونص اخذ الكاميرا اخذ الكاميرا عايش كويس صحيح 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 هي الملوخيه هيلا سلم على المستمعات والمستمعين صحيح خليه يوري نظاره اسنانه ترى وريهم سنيك باش ولا وريهم حاجه الحقيقه نور العقل مضمض سي طلوس اسمعني اخويا ديري ديري باش فريشكا فريشكا فهمني اصبر ما بقيتش باش نوصف لك خاطر بس احنا نوصفوا انت قوم بالعمليه واحنا نوصفوا كل شيء المطعم شنو هو شو المطعم الحق هذا ياكل دراكي فيه ما فهمتوش
بيه. تحمل تحمل تحمل. شوف مزلت حاجه واحده مزلت حاجه واحده حاجه واحده تو هي اللي مش تركح لك الدنيا كلها. شوي ملح شوي ملح شوي ملح شوي ملح لا مش انت شوي ملح حط حط الملح حط الملح حط الملح صحيت 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 حط الملح مش حار باهي هذاك قد سهل ما طول ماك لما نسوس احنا نبدل المطعم والله لا ريش التو طاغيه والله ايوا ما عادش عندنا وقت مزلوا دقيقتين يلا قضيت شنو تحس شنو احساس قضيت شوف التو بعد هذي الكل اللي عملناه اكثر حاجه تبيض السنين شنو يا جماعه الفحمو امشي لك هاي شويه فحم خويا العزيز سنيك باش تخرج تلق يعملوا بيه قماش السنين يعملوا بيه دوماج هذا مش قماش مزيت لك دقيقة يا طلوس هيا طلوس فيسا شكرا جابة طلوس طلوس هاي هاي الفحم هذا منين هو؟ الفحم هذاك من امبورتي من فرنسا وسط علي سليم هاي اخويا الفحم الفحم مقدور عليه راهو مقدور عليه الفحم ديجا برشا منه يحكوا بيه ناس بكري قبل ما نسميهم راهو قبل ما تمضمض قبل ما تمضمض ارواني شبيه مطعم حلو قبل ما تمضمض سلم لي على المستمعات والمستمعين كالعاده وريهم وريهم النظاره نتاع سنيك الشاهد المستمعين وشاهد النظاره واقول لك راهو شعفه وتوبه ونعملوا بالنيات وان شاء الله ستر الله مسبول عليكم وانا من اليوم من ضمن صوتي صوتكم ولا حول ولا قوه الا بالله نحب نادي غنيت لنا مال الصبر حدود ومكلمو بالله صفقوا لي على سي طلوس برافو برافو يعطيك الصحة يا سي طلوس خويا العزيز فريمون فريمون يعطيك الصحة فريمون يعطيك الصحة كمل ترى قال لك يعطيك الصحة اني فخور بالشيء اللي لا قلت لك لحظة فمي بالماء لحظة مازال مازال فمك بالماء باهي خليه طلوس يقوم بعملية التنظيف راهي معناتها راهي الحاجات اللي تدخل في الفم ماهيش حاجة سهلة راهو فما فما ديغو خايبين والله تراك الزنسفوري هذا وبعده المنوخية اسمعني ياك اللي اسمه اللي عملوا به الكياس هذاك الأكحل الزفت الزفت صدقني تحس بيكا بيكا قولوا بيكا صحيت هذاك اللي تو تأكدت بعد الديفي هذيا طلوس النجم عرس ونتهناو عليه صحيح شجاع على تعرف انت اليوم منعك ربي من حاجه واحنا نتفكروا مره واحنا حكينا قلت لي انت اكثر حاجه تكره القوم تاعها هي الموتار الحمد لله يا ربي ما جبتوهاش الحمد لله راه خريت اشياء غريبه به طلوس اليوم قام بالديفي غدوه للمجموعه اللي يضحكوا شيخين فرحانين غدوه هما واحد فيهم باش يضحك مريم بالكو يعاود يخسر الله اعلم كل شيء ممكن انا ما عادش باش نغني راه قلنا لي نعدي امثله شعبيه غدوة تحدي جديد في المباشر 59 دقيقة احنا وصلنا هكا لاخر المشوار بالنسبة لليوم من اسمه مزيان في موسمه الخامس الوقت في ساعة ما تعدى معاكم ان شاء الله الصبحية تعديت كيفاش نقولوا تعديت خفيفة وان شاء الله لقيتوا فيها كل اللي استنيتوه موعدنا يجدد غدوة بإذن الله لمود لافان سي مصطفى بن عافية ان شاء الله عديتوا معنا الصبحية بهاي وملتقينا بكم غدوة ان شاء الله ان شاء الله مريومة ان شاء الله كنا خفيف الظل عليكم ان شاء الله تكملوا نهار في فورما وان شاء الله جوكم به ديما جوكم به هاي سي طلوس ان شاء الله ديما فرحانين وربي يهنيكم ويبعد عليكم البلاه وان شاء الله ديما منعوشين وما كومش محرحرين ونصيحتي ليكم ليوم الدين وقدرة ربي باش ديما ستر الله مسبول عليكم وردوا بالكم تقوموا الصباح تسمعوا اسمه مزيان وما كومش حاكين سنيكم والله اخذ نجم والله سنيك بيض بيض والله حاجه عملتك شهر ناصر يلقوا مروان ثاني نهار نقوم بكري فيه عامله لينا بزيه محسوب ثاني نهار نقوم فيه ما احلاها لما وان شاء الله كنا خفيف ظل على الساده المستمعين شكرا جين بارك الله فيكم سمعتونا ويرحم والدينا والديكم وان شاء الله ديما ملمومين في الخير والزهي والطرب وديما ملمومين وبخير وعافيه والزهي والطرب والزهي من غادي ومنتخنا غدوه ان شاء الله ان شاء الله نهوره يعني ديما نقول لكم راني فرحانه برشا بالبرنامج هذا ان شاء الله من حسن الى احسن وفخوره ياسر بخويا طلوس وفي سابق الايام انا فخار وليد باش يجي في المستقبل في المستقبل نشوفوا طلوس معناها بطل خارق يعمل ديفيت اصعب من هكا وهي متاكده اللي هو في شرف تونس بطل مخارق هذاك نهاركم طيب نهاركم اسعد ليا انا فما واحد نحبكم تسمعوا صوته ما يسالش خلي يسلم عليكم على المستمعين سي باسم شكرا جزيلا بارك الله اهلا وسهلا سي باسم بلا نجي نقول كلمه بجاه ربي كاو ميكرو هاو اي ايش ايش يا باسم قول حويجه تشرف عاد هكا نورنا ان شاء الله ما تندمش اوائل ان شاء الله
صباح النور. اوه يا باهي صباح النور. مش نفس اللي تقولوا فيها انتم صباح النور. زايده مشاعة برشا هذه. قولك بالله في برنامجنا سي باسم معناها هيك شنو تحب تقول على برنامجنا؟ برنامج رائع من راي تكملوا في سخاطر عاد في بيزتي. تعليمات إدارة. تنجم تعمل ديكلاراسيون دم ولا واخا؟ أي أي واو. أمي يقولها نحب. ليه نسرين 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 نسرين. قول لها يا نسرين. قول معنا عاود. يا نسرين. بالله يقول يا نسرين. بس شنو نقول؟ قول يا نسرين قبوجة زميلتي بعد شو مشد عليه. إيه نسرين قبوجة حاضر. كان قبط وإلا. قبط وإلا. باهي تحية لبقية ليكيب الكل. نسلم برشا على سامي، نسلم برشا على نور، ونسلم عليكم أنتم المستمعات والمستمعين. مرة أخرى نشكركم على اختياركم. اسمه مزيان في موسمه الخامس على كنوز اف ام. بعد شوية ساعة من الموسيقى التونسية والتربية في ذوق 24، والموعد يتجدد مع راوية وتقوى انطلاقا من 11 في بونجور لا فامي. عاشت تونس حرة وآمنة ومستقلة. نهاركم أسعد الأيام. باي.